كل شيء هنا خطر. نتمنى شي واحد الله يستر مابقاو شي القول. تجيب الدوخه كاع دن مشاهدي قناه شوف تيفي، يعني على هذا الطريق كلها ممتده القوادس راه محيدين ليهم الغطيان ديالهم. حنا تنعرفوا ان هذوك اللي كيدوزوا كيهزوا هاد الغطيان هادو باش كيبيعوهم بواحد الاثمنه اللي هي جوج دراهم الكيلو. جوج دراهم الكيلو اللي كتعطي كل واحد في 50 كيلو كتعطيه 100 درهم. دونك الا هز خمسه ديال القوادس راه غادي يبيعهم ب 500 درهم وعنده هو الربح، ما عنده فيهم لا راس المال لا حتى شي حاجه. وما تيعرفش هذا اللي كيسرق هذا الشيء انه راه كيشكل واحد الخطر كبير على الماره وعلى الساكنه اللي كيدوزوا. يلا سعيد تحركوا نشوفوا دوك الاخرين، نتحركوا في الطريق. شو القريب اللي راه واحد خرجتيه، راه واحد يا ربي. إذن بالنسبه لذاك البعار اللي كيدي هذوك القوادس الاغطيه كيديهم وكيبيعهم ب 100 درهم الواحد، لان كل واحد كتكون فيه واحد 50 كيلو، الا درنا السومه ديال 2 درهم الكيلو كيربح هو 100، ولا دا خمسه عنده 500. ولكن هو ما عارفش شنو الخطر اللي كيسبو. هو الخطر اللي كيسبو المره وكيسبو الساكنه، ان اي واحد ياخذ ديك الحفره الا ما شافهاش، وخصوصا في الليل الدراري الصغار مرا كبيره. شوفوا هانتوما تيتالي وفوقها جوج، يعني هذا جوج ديال القوات. شوفوا على كارثه. مين اللي يكون صعيب عليهم باش انهم يقلعوه من بلاصتو، وكاين اللي كيجيهم ساهل. دابا هذا راه مدفون في الارض، لكن اللي كيقدر شوف كاع الاغطيه اللي كتجيهم ساهله. هو الدنيا خاويه، الدنيا خاويه، ما كاينش اللي غادي يراقبهم. الاغطيه اللي غتجيهم ساهله راه كيحيدوهم وكيمشيو يعاودوا فيهم البيع. كانت فايت تم القبض على هذوك اللي كيشريو ورا الجرم. شوف هذا قداش ياك، معليش حيت ما لقاش باش يشري الدواء لولدو، ماشي مشكل يسرق هو صافي، ما عندهاش علاقه. لا وصافي، ومنين تعطيتيه ومنين تدوز نتايا ولا يدوز مثلا شي واحد من افراد العائله ديالك ويطيح في هذا القادوس ويتوفى، وديك الساعه غنعطيهم العذر حيت ما لقاش باش ياكل وما لقاش باش يشري الدواء. انا اللي واش وفرت لهم الخدمه باش ما يسرقوهمش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذا اللي كيعطي العذر للشفار، وماشي اي شفار، شفار اللي كيشفر وكيسبب الاذى. هذا راه اكثر منه، هذا راه اكثر منه. هذا يعني كيقدر يسبب في ازهاق الارواح ديال المواطنين، لان اي واحد يقدر يدوز من دوك الحفاري يطيح فيهم، سواء دري صغير سواء رجل كبير سواء انسان موتور عطى الله باش يقدر يدوز الانسان ويطيح، ولا طاح يقدر ويموت، ولا ما ماتش كان عمره طويل يقدر تسبب له فعاهه مستديمه حياته كلها، حقا حيت هذاك ما توفرتش الخدمه.
غريب جدا. ومني عرفت ان الشفرة عندها مبررات. أكيد أن أي لص أي سارق كيسرق هذه الأغطية ديال القوادس راه خصو يتعاقب عقاب شديد، لأن هذه السرقة اللي كيسرق ماشي كيضر بها شخص واحد أو لا كيضر بها راسو، ولكن كيضر بها عديد من المواطنين اللي ممكن أنهم يتأذوا بهذه الحفاريق. دار يكون رجل مسن، طفل، مرا، مستعمل دراجة نارية، مستعمل سيارة، أنا، أي واحد فينا ممكن أنه يزلق ويطيح في هاد القوادس هادو إلا ما شافهمش ولا ما انتبهش ليهم، وخصوصا في الليل ملي كيكون انعدام الرؤية. مشاهدي قناة شوف تيفي، شكرا لكم وإلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.